السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا الله، لك الحمد يا رب العالمين، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سامع الأصوات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. اقض حوائجنا يا رب، اقض حوائجنا يا كريم. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، وشافنا وعافنا وأكرمنا بكرمك، وارحمنا برحمتك، وجد علينا بجودك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر لنا ذنوبنا وتستر عنا عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح لنا أهلنا وأولادنا وذرياتنا، وأن تطيل أعمارنا وتسعد أيامنا وتحسن عاقبتنا وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنين بها عمن سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن قونا في ديننا وأعنا على قضاء ديننا. اللهم قونا في ديننا وأعنا على قضاء ديننا. اللهم يا رب واجعل يقيننا بك يقينا من كل شر، وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير، ورجاؤنا فيك يحفظنا من كل ضر. يا رب العالمين يا رب العالمين، إلهنا ضعفنا وذلنا ظاهر بين يديك، وهذه حالنا لا تخفى عليك. أنت المعافي فعافنا، وأنت الشافي فشافنا، وأنت القوي فقونا، وأنت الستار فاسترنا، وأنت المعز فأعزنا، وأنت الغني فاغننا، وأنت الرحمن فارحمنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ومن حلول الفقر، ومن تقلب الدهر، ومن العسر بعد اليسر، ومن العقوق بعد البر. اللهم امنن علينا، امنن علينا يا إلهنا بدوام العافية والصحة والستر. اللهم يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا شاهد كل نجوى وسامع كل شكوى، يا كاشف كل ضر وبلوى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، أمنن علينا، أمنن علينا، أمنن علينا بجلالك وإكرامك. تفضل علينا بعظيم نعمك وإنعامك. عافنا يا ربنا في صحتنا، عافنا يا إلهنا في أبداننا، عافنا يا رب في قواتنا، عافنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. يا رحمن يا رحيم، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يعلم ضمائر الصامتين، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا، حقق لنا أمنيتنا. يا من يعلم السر وأخفى، افتح لنا أبواب الخير والتيسير، سد عنا باب الشر والتعسير. اللهم يا رب لا تسلمنا إلى عدو يؤذينا، ولا إلى صديق يردينا، وارزقنا رزقا حلالا يغنينا. اللهم يا رب العالمين احفظنا في عقولنا
وأبداننا وديننا وأولادنا وأحبابنا. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم يا رب العالمين، يا حنان يا منان يا عظيم الشان، نسألك اللهم يا رب العالمين أن تحقق رجاءنا وتبلغنا مقصودنا. اللهم يا حنان يا منان يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم يا رحمن يا رحيم، ألبسنا لباس العافية. اللهم اختم لنا بالمغفرة. اللهم اكفنا كل هول. اللهم يا ربي يا كريم، اكشف عنا الضر. يا مجيب دعوة المضطرين، اكشف عنا الغم وعن المغمومين. يا سامع كل شكوى، اللهم يا كاشف كل كرب، اللهم عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله. ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا رب العالمين، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سامع الأصوات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. اقض حوائجنا يا رب، اقض حوائجنا يا كريم. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، وشافنا وعافنا وأكرمنا بكرمك، وارحمنا برحمتك، وجد علينا بجودك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر لنا ذنوبنا، وتستر عنا عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح لنا أهلنا وأولادنا وذرياتنا، وأن تطيل أعمارنا، وتسعد أيامنا، وتحسن عاقبتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنين بها عمن سواك، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم يا رحمن، قونا في ديننا، وأعنا على قضاء ديننا. اللهم قونا في ديننا، وأعنا على قضاء ديننا. اللهم يا رب، واجعل يقيننا بك يقينا من كل شر، وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير، ورجاؤنا فيك يحفظنا من كل ضر. يا رب العالمين، يا رب العالمين، إلهنا، ضعفنا وذلنا ظاهر بين يديك، وهذه حالنا لا تخفى عليك. أنت المعافي فعافنا، وأنت الشافي فشافنا، وأنت القوي فقونا، وأنت الستار فاسترنا، وأنت المعز فأعزنا، وأنت الغني فاغننا، وأنت الرحمن فارحمنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ومن حلول الفقر، ومن تقلب الدهر، ومن العسر بعد اليسر، ومن العقوق بعد البر. اللهم امنن علينا، امنن علينا يا إلهنا بدوام العافية والصحة والستر. اللهم يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا شاهد كل نجوى، وسامع كل شكوى، يا كاشف كل ضر وبلوى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، امنن علينا، امنن علينا.
أمن علينا بجلالك وإكرامك، تفضل علينا بعظيم نعمك وإنعامك، عافنا يا ربنا في صحتنا، عافنا يا إلهنا في أبداننا، عافنا يا رب في قواتنا، عافنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، يا رحمن يا رحيم، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يعلم ضمائر الصامتين، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا، حقق لنا أمنيتنا، يا من يعلم السر وأخفى، افتح لنا أبواب الخير والتيسير، سد عنا باب الشر والتعسير، اللهم يا رب لا تسلمنا إلى عدو يؤذينا ولا إلى صديق يردينا، وارزقنا رزقا حلالا يغنينا، اللهم يا رب العالمين احفظنا في عقولنا وأبداننا وديننا وأولادنا وأحبابنا، اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم يا رب العالمين يا حنان يا منان يا عظيم الشان، نسألك اللهم يا رب العالمين أن تحقق رجاءنا وتبلغنا مقصودنا، اللهم يا حنان يا منان يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى، اللهم يا رحمن يا رحيم ألبسنا لباس العافية، اللهم اختم لنا بالمغفرة، اللهم اكفنا كل هول، اللهم يا ربي يا كريم اكشف عنا الضر، يا مجيب دعوة المضطرين اكشف عنا الغم وعن المغمومين، يا سامع كل شكوى، اللهم يا كاشف كل كرب، اللهم عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.